مرحبا، السلام عليكم. اليوم نسوي مع بعض تمر محشي بقناش الفول السوداني، وصفة وايد لذيذة وفي نفس الوقت أنيقة وجميلة حق التقديم. خلونا نشوف كيف بنسويها مع بعض في الخطوات الجاية. عشان أحضر القناش عندي أول شيء حليب أو كريمة خفق على حسب شو تفضلون، بحطهم على شوكولت بالحليب أو حتى ممكن أستخدم في هالوصفة دارك شوكولت، وعليهم زبدة الفول السوداني، وممكن أستبدلها بزبدة أي نوع من أنواع المكسرات، أنتوا شو تفضلون. بخلطهم مع بعض وبعدين بحركهم بالهاند بلندر أو الهاند ميكسر عشان أتأكد أن كل الخليط صار متجانس بهالطريقة. بتركهم يبردون وبعدين ببدأ أحشيهم داخل حبات التمر، بزينهم بالمكسرات وبقدمهم، وعلينا وعليكم بالعافية.